دعاء القنوت تعريفه، صيغته، مواضعه، وأحكامه الشرعية. ما هو تعريف القنوت لغة وشرعا؟ يرد لفظ القنوت في اللغة بمعان عدة. بمعنى الدعاء، حيث أن حقيقة القنوت هي العبادة، يمكن أن يكون معناه الطاعة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: والقانتين والقانتات. يمكن أن يكون معناه أيضا السكوت، والدليل على ذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي بمعنى وقوموا لله ساكتين. يمكن أن يكون معنى القنوت هي الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صوم ولا صدقة حتى يرجع المجاهد إلى أهله. أما القنوت شرعا يكون في الركعة الأخيرة من الصلاة، وهو ما شرع من الدعاء في صلوات معينة وبصفة معينة. مواضع دعاء القنوت: يشرع دعاء القنوت سنة في صلاة الوتر في جميع أيام السنة وفي الصلوات الخمس عند النوازل. وقد اختلف الأئمة في مشروعية القنوت في صلاة الفجر، حيث ذهب أبو حنيفة وأبو حنبل أحمد بن حنبل رحمهما الله إلى أنه لا يسن القنوت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات سوى الوتر، لما روى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. ولكن الشافعي ومالك رحمهما الله ذهب إلى أن القنوت في صلاة الصبح سنة في جميع الأزمان، وذلك لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وكان عمر رضي الله عنه يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم. يسع الخلاف في ذلك الجميع، ذلك لأنه من الخلاف المعتبر ولا ينكر فيه على المخالف، ويسن أن يسجد للسهو إن ترك القنوت عند بعض من قال بسنيته في صلاة الصبح. يكون القنوت بعد الركوع، ولكن يمكن أن يكون قبله، وذلك وفقا لما روي حميد حيث قال: سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. صيغة دعاء القنوت: هناك عدة صيغ وردت عن الصحابة لدعاء القنوت، وهي: أفضل دعاء في القنوت ما رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، ومنهم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ثانيا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ولا نكفر. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل البيت الذين يصدون عن سبيلك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. روي عن عبد الرحمن بن أبري أنه قال: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير، ولن تكفرك ونؤمن بك ونخضع إليك.